سي كوس. الوغ اليوم حين نهضروا على الحكايه دي مانات دو بلاي ستيشن من الاولانيه حتى الاخرانيه وكامل لي شانجمون اللي صراو من سنوات التسعينات حتى نهار اليوم. يلا هنديكوفريو. لازم نعرفوا بلي لا مانيت بلاي ستيشن طورت بزاف مع لا سورتي تاع لا بروميير كونسول دو جو كو سوني افي لونسي في 1994. هاد لا مانيت اللي بها تحطوا لي بروميير باز كيما لي بوتون كرو ران كاري تريانغ نصيبو تانيك من الفوق لي بوتون كيما L1 L2 R1 R2 او بيان سور لي دو بوتون ستارت اي سيليكت. مي لو بيمول اللي كان في سات مانيت سي كو ما كاش لو ستيك انالوجيك. شي هذا خلا سوني تعاود لو ديزاين و ال انتغر لي دو ستيك انالوجيك افيك لا مانيت دوال انالوج في 1997. لا دوال انالوج خلات بلاصتها لا دوال شوك الاولانيه اللي فيها دو موتور اللي يديروا لا فيبراسيون. بوتيت بريسيزيون لا دوال شوك كان فيها قفله اللي تخليك ديزاكتيفي لي ستيك. كانت اوبليغاتوار بور جوي ا سيرتان جو ا كومونسي بار اب اسكيب و بزاف مهمه بور لي تيتر ان 3D. مور هاد سوكسي تاع لا دوال شوك سوني ديسيدات تغاردي لو ميم ديزاين بور لا بي اس 2 مي ماشي بنفس الالوان. ان فيت راح تمل غري لل Les différences avec la première génération kanou bzaf qlal, mais les boutons kanou sensibles à la pression et les sticks plus précis. Certains jeux qui tiraient profit des touches sensibles à la pression kanou obligeona nistaamlou la manette PS2. Lazem narfou bli c'était la dernière manette li tistaamel une connectique propriétaire. موراها بانت لا مانيت بومرانغ بور لا بلاي ستيشن 3 ان ديزاين فيوتشيريست اللي دهش بزاف ناس. مي كونتر توت اتانت لا بي اس 3 خرجت افيك لا 6 اكسيس دونك تعاد المانيطه الاولانيه سون فيل تاع سوني. الميزه الاولانيه سيك ما فيهاش موتور دو فيبراسيون. كان هذا بعد ما سوني ولا سوسيتي ا لوريجين دو بروفي ما تفقوش. هادشي اللي خلق لها اون اوتونومي دو باتري بلوز امبورطانت. وكانت لا مانيت تانيك الاولانيه اللي بان فيها لو بوتون بي اس اللي كان يخلينا نشعلو ولا نطفيو لا كونسول اي اكسيدي او منو داكوي. بلا ما ننساو بلي زوج قفلات R2 و L2 جازو الفورما غاشيت. بعد هذا لا مانيت عاودت لقات لا فونكسيوناليتي دو فيبراسيون بلا دوال شوك 3 وكانت دايما كونيكتا بالبلوتوث. وعاودنا لقينا انفان ان ديزاين اللي شبه لا دوال شوك 2. اون دوال شوك 4 بانت بديزاين جديد اللي يتماشى احسن مع الشكل تاع اليدين. كان هذا شيء مهم جدا خاصه انه مع لا دوال شوك 3 سوني ا ايتي ريميز ان كيستيون مور ما كانت شايده المونوبول. الوغ لا دوال شوك 4 رجعت للكرو في ستيكس تاع دوال انالوج هذه وحده. حاجه ثانيه نصيبو ان لارج تاتش باد كليكابل. نلقاو تاني زوج قفلات اوبسيون اي شير داو بلاصه ستارت اي سيليكت. هذا كان اكبر تغيير. اي وي لازم يمشوا مع لي ريزو سوسيو استوار دو بارطاجي دي اكستري سور فيسبوك او تويتر اي سي سولمون ان ان كلان دوي. بلا ما نحكيو على لو في اللي نصيبو ان نو بارلور ان بور بور برانشي ان كاسك اي اون بار لومينوز كي بو اليرتي افيك دي افي فيزويل. نكملو بلا دوال سانس لا مانيت على بي اس 5 وين دو نوفيل تكنولوجي سورا انتغري. Le design et la couleur t'bidlo. Enfin, pour le moment. Qadr tkoun une version kahla kima li sbqouha. La nouvelle technologie taha de retour haptique, les joueurs yqdrou yhissou différemment les séquences de jeu. Par exemple, tkoun une légère sensation de lourdeur ki nsogo un véhicule fil ghirqa, comparé le goudron. Les gâchettes L2 et R2 sont adaptatives, chi li khli la possibilité de modifier les tensions dynamiquement. Nqdrou par exemple, nhissou bla corde ta l'arc ki tkoun tjbed. La manette راح تكون avec l'USB-C وفيها une batterie كبيره. Mais aussi le bouton share يخلي بلاصتو للبوتون create. Mais pour l'instant هذا واش عندنا comme détail. Mais الحاجه اللي على بالنا بها c'est que la DualShock 4 راح تكون compatible avec la PS5. Voilà, c'était l'histoire de 5 générations de manettes de PlayStation. وانتوما قولوا لنا شنو هي la manette اللي تحبوها. Sinon حنا نقول لكم à très vite.